مش عارف، خليك مع جرح حبيبي. يبا 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 حمد يبا، ليه يبا ليه؟ حرام عليك انت، وش جايبك هالحزه؟ وش جايبك؟ جيت بروحي. ايش مسوي فيك؟ ليه يبا؟ حرام عليك، امي واضحه ما تستاهل. اعوذ بالله منك يا ابليس، اعوذ بالله منك. طقتي امه، كل شهر يدري اني ماني بحامل يطقني. يا ابي عيال انا وش اسوي؟ انا وش اسوي؟ بعد ولدين منغوليين توقفت وضحة عن الإنجاب عشان ما تولد منغولي جديد. كانت مو فاهمة شنو السبب، تبكي وتعور القلب، مكتئبة وحزينة. لما شرحت لها مشكلة الأقارب الوراثية بينها وبين ولد عمها وممكن تكون هي السبب، لقيت إنسانة قوية تنتفض بداخلها، صارت تستخدم طب عربي تمنع الحمل. زارت بدوية عجوز بالبادية عند أهلها تفهم الطب العرب، تأخذ العجوز عظم البرجمة من ساق الغزال وتشويها على النار، عقب تطحنها تصير مسحوق ناعم. وضحى كل يوم الصبح تغمس 3 تمرات، تغمسهم بالمسحوق وتاكلهم، فيمنع الحمل بدون ما يعرف بمشاري السر. لكن بسبب إحساس أنها تخفي شيء عنه يتولاها طق. أقول حمد، أنا ولهت على البنات وايد، شو رأيك نروح لهم القصيم؟ لا ما أقدر، أهد بيتي الثاني، إيش فيك؟ جليلة عندها بدال الريال 2، ما شاء الله عليهم شباب. ودوامي؟ شلون أخلي دوامي؟ تدرين عندي ضغط بالشغل، ساعات الاجتماعات تقعد للساعة 7 و9 بالليل، إيش فيك ما تقدرين؟ إيش دعوة حمد؟ ها إيش قلت؟ قال لا، ما تفتهمين؟ تشتراك بالسالفة يا بنت الحلال. أنا أعرفه من وجهه مو مثلك. ها إيش قلت حبيبي؟ حبتك حيّم راسين إن شاء الله. قوم قوم. زين ليش؟ قلت لك لا.